Thank you.
صباح الخير عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم الفيديو تاع اليوم بصحة يا رب. البنات اليوم راح نديروا الكارانتيتا. البنات الكارانتيتا اللي يحبوها كامل الجزائريين، عندنا زوج كيسان دقيق تاع الحمص، وعندنا نص مغرفة تاع الملح، ونص مغرفة تاع فلفل كحل، ومغرفة تاع الكمون. نعرفوا الكارانتيتا تحب الكمون بزاف، وعندنا ربع كاس تاع الزيت، وعندي قطعة تاع فرماج اللي جا. المهم واش درتي هذاك هو. انا عندي اليوم عندي شيف، وعندي نص مغرفه نتاع خميره الحلوه. كيما راكم تشوفوا رايحين نحط الكيسان هذوك تاع الدقيق تاع الحمص، ونزيد لهم هذاك ربع الكاس تاع الزيت كيما راكم تشوفوا، ونضيف الملح والكمون والفلفل الكحل، ونضيف لهم هذيك النص المغرفه نتاع حبة البيض الساع، ومن بعد نضيف لهم نص هذيك النص المغرفة تاع الخميرة، ونحط ثاني هذاك الفرماج هذاك نقطعه مرصوات صغار ونحطه على خاطرش راح رابي، يعني ماشي عشوائي وخلاص كيما راكم تشوفوا. ومن بعد البنات واش راح ندير؟ ندير زوج كيسان حليب دافي، زوج كيسان حليب دافي كيما راكم تشوفوا، يعني كيما راهو موضح في الصورة هكذا. ومن بعد البنات واش نضيف ثاني؟ كنضيف ثلاث كيسان ماء دافي، ثلاث كيسان ماء دافي، يعني ولينا درنا زوج حليب وثلاث كيسان ماء دافي. المهم يكونش بارد، يكون دافي يعني، ولا من العين نورمال هكذا. نخلطه شويه بالفوي غير شويه هكذا، ومن بعد نرحيه بالبرا باش تتنحى هذوك التكتلات هذاك تاع الحمص هذيك. نرحيه مليح هكذا البنات هكذا، حتى تحصلوا هذاك القو تخرج هذيك الرغاوي هذيك وكامل كيما راكم تشوفوا. نحن دهنت البلاط تاعي بشويه حتى الزيت، ونكب فيه هذيك الكرانتيتا. نكون شعلت الفرن تاعي من قبل يكون سخون على 180 ولا كل واحد والفرن تاعو كيفاه، ومن بعد نخلوها تطيب حتى تحمر من تحت، ومن بعد نعاودو نشعلو ليها من فوق تحمر مليح. وهذه هي الكرانتيتا تاعنا، سيوها ان شاء الله البنات، ان شاء الله تعجبكم. وإلا عجبتكم هذه الوصفه ديروا لنا جيم، وما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.